یہندے شہباد خاطر یہندے مرد خاطر یہندے صحت خاطر ہر چیز یہ میں تم پتہ ہے جی کون رسن برابر ہے آمن تو دلدار کما ہوا بھی اسماء ہی بس پاک کی لو کبھی تو ہمیں ہے کام ہوا اقرار بن کان ہر اقرار ہر ایک مسلمان آمنت بالله من ملائکتی و کتبی و رسلی و یوم الاخر و القدر خیر شر من اللہ تعالی و المؤسس خصوص اقرار کا ہی تم بازو بکو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمت اشہد ان لا الہ الا اللہ وادہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تم بازو سبحان اللہ علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله نمبا جو وعدان ہے لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو ابدا ذو الجلال والاكرام ذي الكرم وعلى كل شيء نمبا جو استغفار سب کا اللہ تعالی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله له يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال الله تعالى في الكلام الحميد والقران المجيد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فانكحوا ما طاب لكم فواحدة او ما ملكت ايمانكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني قال الفقهاء النكاح ينعقد بإيجاب وقبول ولا يجوز النكاح من راب حضور شاهدين عاقلين بالغين مسلمين بهرين صدق الله لنا العلي العظيم وصدق النبي الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حازق صاحب تہن نکاح شیون کرنا رقیہ بانا ڈاکٹر محمد اقبال شعرا حق مہر 3 لاکھ روپیہ مقررہ کچھ وہ عاقلی بالغی خاطبی راقبی 3 لاکھ مقررہ زیر حق مہر تہن نکاح رقیہ بانا ڈاکٹر محمد اقبال تو شو قبول تو شو قبول تو شو قبول پڑھ عاقلی بالگی خاطبی و راقبی نفس مسمات رقیہ بانو دکتر محمد اقبال برائے حلالیت و زوجیت حق مہر 3 لاکھ روپیہ سکہ راج الوقت تجھ قبول تجھ قبول تجھ قبول تجھ قبول تجھ وقارہ تجھ شہادت کوئی
تۄہہِ ہیٚژوٕ اِجازت تٔمِس لٔڑکی ہُنٛد کہِ ہے چون نِکاح چھُ حلٲلی بَچَس سۭتۍ کَرُن